أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صلي وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسمي هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في صلاة والتسليم على مقيم السنة آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اقتنى به سعادة الدارين مع كفاية همهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجل المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين وافقني وكني آمين أهد سلي والتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أهد سلي والتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع سلي والتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع سلي والتسلم كل حين على نبيك رئيس صالحين أهد سلي والتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف سلي أبدا وسلما على خليلك مراج العلماء لطيف سلي أبدا مع سلام على سراجك الذي جل الظلام اكتب له في آله وصحبي خير سلامين ووضح لحبي هب رسول الله في أقلامي بسارة يا من محا ملامي وجه لأفضل الورى محمدي منك بسارة الكريم السمدي مليك نبي الله في أقلامي مسارة تبقى وزد إعلامي لأحمد المختار أوسن المنى يا فاعلا قدمت في الأمنا اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أزال الحيرى آتي رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن كتبت أن المنتقى قد فاق من مدى ومن يأتي ومن في ذا الزمن تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النساء ما ولدت هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذن أو كدري يا ربي يا جميل يا باقي بي للمصطفى المنابي غير رهبي صلي صلاة سيئت ببسري مسلما على فخار البشر للمنتقى أوزي صلاة بسلام كما لو أوحيت أبدل الكلام لوجهك الكريم قلد الصلاة مع سلام للذي تنمولا وسلي لمختارك ما لا ينحصر من المنى يا ناصرا للمنتظر نافع أوزي للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المراغب على رسولك النبي محمد صلي وسلم سرمدا يا سمدي لو اكتبي الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما
يلا أسلي والدسلم كل عام على الذي كتابه خير الدعام إلى نبي الله نور دهري سلي وسلمنا كل شهري للمندقى أوصل بغير لومي بسارة تخلد كل يومي نور بجاه المتفى أممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم لغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يحمي آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجيعنا ما هو أهله اللهم بأقوج إلى إتاج الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسهبه وجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي يعيد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وسهبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار عظيم وأحمد واذكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من أحب الحامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله صل أبدا وسلم على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وتكفني بجاه رسائل قبل انتهاء قل لي الفضائل وبشرا بجملة الأخيار والنجيني من درد الأغيار واجعل بقية مكوثي خيرا وارتقني قبل انتهاء ضيرا يا الله يا حفيد سلي بسلام على الذي لك بهذا الكلام سيدنا محمد والآلي وسهبه في الحال والمآلي واجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كثر قلي واجعل عقائدي منوراتي واجعل بي كل يزا خيراتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسهبه وعايزني من كل ما استعد بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي أخترت لي ويسرها لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترت لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهه إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بيقت وجلائي تعالى الكريم سلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وثب لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اقتدى لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية همهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا يا الله يا حفيظ صلي بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل عفت بجاهي العظيم أقدي من العيوب واحمني أن وقدي يا الله يا مانع صلي بسلام على الذي به كفيتني الملام
سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل، وامنع بجاه عظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي. يا الله يا كافي أدم خير الصلاة مع سلام الذي تنم علا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل، ولتكفني كفاية تسر من قبل قد كل ما يضر. يا الله يا أحد سلي بسلام على الذي لك به من انقلام. سيدنا تبعنا محمد وآلي وسهبي والحمد، وجل قائدي بجاه عظيم قالتة واذكر بي هذا النظيم. يا الله يا معبود سلي أبدا على الذي لك دعوة أبدا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال وفي المآلي، وليبدي جاهي الإسلام ووافق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب سلي سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي، وهب لي الإخلاص جناني بي ونبي لي بي جناني. يا الله يا خير محب ومحب يا من جعلت المنتقى لك أحب، سلي وسلم وتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من زهبي وصالحين فرا وجلبي عمري ردا وبرا. يا الله يا من قاجلي حبك ما حب حبيبك الذي الخير جمع، سلي وسلم وتبارك كل حين على حبيبك حبيب صالحين سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل. وعندك جعلني حبيب الله حبيب أقدم الورى بالله. يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار، سلي وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين، وآله وسهبي وهب ليا فوزا بي يقبجني من قبليا فيك وفي إنك الوهاب يا من بي لم ينحني الإرهاب. يا الله يا فتاه سلي سرمدا وسلما على البشير أحمدا، وآلي وسهبي في الحال وفي المال يا مقيم الحال، يا قائدا قير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هادي. سلي وسلم سرمدا على نبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وسهب في الحال وفي المآلي، وتقني أهوال يوم الحسر وليكن في أبد بالبشر. وجعل وجهك الكريم قلمي للمتعلم لا خير سلمي، وتعجنا بك صراط المستقيم وتعجنا بما يسوء أن تقيم، وتقنا الضلال والإدلال وقل لنا معارض الحلال. يا الله يا بارئ سلمي بسلام على الذي عزمتني من الملام بجاه سيدنا محمد وآله مع صحاب الحمد، وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الخيوب، وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة، وهب لي الهدى وقلد للفلاح والتقني ريب واجب لي صلاح. يا الله يا كريم سلي أبدا وسلما على نبي أبدا وقاد خيره إلى العبادة، وليهب بجاه إفادة زين بكونك الجميل ظاهري وباتني يا مثير المظاهر. يا الله يا رؤوف سلي بسلام على الذي أعطيت فيك القلم سيدنا محمد من لم يرى فيما مدى نظيره ولن يرى، والي وسبي وسلمي وقل بشارة في قلمي. يا الله يا جميل سلي سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل، وليكن بذيل خير ورباح وبجمال وبقاء بمباح، واذكر حروفي بقدر الذات في مد من قرب باللذات. يا فاجلا فضل الخلاق يا من به فارقني الإملاق، واجهتك اليوم ولي رزاق
كان بما تنمو به الأرزاق محوتم عني به النفاق عني محا وجاءني النفاق ردت لي ما زانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء رضا والفوز والإهتاق بك كما بك اعتلت عتاق بك احتوينا ماله نستاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل وسلم سرمدا على نبي العربي أحمد والي وسبي وذهبي لغير نحوي كل ضر يسهبي يا الله صل وسلم في أبد على الذي إليك خادم حبر سيدنا محمد والآلي وسهب في الحال وفي المآلي وعلمني به وفقه والتقني كل أذى ونبه ولي وجه رضا وسبا إلى سواي كل سوء ينسبا يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي حلمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي أن الأذى مستغنيا وتغنيني بحقي وجهك الكريم أن الأذى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى الصلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعواتي واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالجا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائده إلى رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اختته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي في من البشارات السافيات واكفني أقداره ما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكون كله بتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أحد صل سرمدا وسلم على نبي أحمد سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب آل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل وسبب كل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزهدي سلام سيدنا محمد والآل وسبب بالآل والمآل وجلبي هذا النظام خيرا ندم والزهد لسوانا ديرا يا الله يا أهد سل عني على نبي المصطفى بالمن وآله وسهبه وسلمي ومن دقي سجد وقلبي علمي يا الله يا لطيف سل أبدا على الذي بك تدا وابدا سيدنا محمد وسلمي وآله وسهبه وكلمي يا الله يا لطيف سلي في أبد على الذي لك يقود من عبر سيدنا محمد والآلي وسهب بتسليم يا مآلي يا باق أغنيتني أن هاتي بك وسند عن أزن جهاتي سلي بتسليم إنما على نبي
سيدي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وسهب في الحال وفي المآلي وسل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام صالحين سيدنا محمد والآلي وسهب في الحال والمآلي وليب إداجا يعبدني فيا كثير ماكزا في وطني وجل ممري ظاهرا وباتنا لتيبا عبدا سكورا قاتنا وسل يا ودود والتسلمي على نبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وسل يا ملك والتسلم على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وليقود يدوم بفلاح بلا مزاق ويسر لي سلام وسل يا لطيف عبد السلام وسلما على الذي بدت علا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وملكني نتوة رجل العين قبل انتحالي لغيري يا معين وجل هوايا تابعا لما تحب ولي في الخلق ما منك أحب بلا ضرار وبلا عداوة وتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وصل يا أهل سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وسهبه وسلمي وكل ياسم من أذن وألم يا واهبا أتيتني الكتابة صل على محن محل عتابا سيدنا محمد وسلمي والآل وسهب وعظم قلمي عسم يراتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلمي واذكر لوجهك الكريم كلمي وجل قلامي ومدادي قاسدا إلى رداك خير زر حاسدا وطهير الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والتعصمني ودمح ما يسئني في نفسي بكن كما قل فككت عفسي وتغني ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا وسل يا كريم ولتسلما على الذي اتخذته لي سلما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وهب لي الرغبة في رضاك والزهد فيما لم يكن أرداك وسل يا تواب ولتسلمي على الذي لو صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا والآل والسهب وعمري أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بالانسلاب ربي والفلاح وسل يا هادي صلاة لا تريم وسلما خير سلام لا يريم على نبي ورسول الفائق محمد خير البرايا رائق والي وسبي واجعلني ذا عصمة وبرداك اشغلني وليب علاوة الأعداد وعندك اجعلني من السادات يا من يسلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا سلي وسلم ربي عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من سهبي وليسر بكني كل عسير واهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم زل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسهبه واصمني بفلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهي صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمآل آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله
وسهبه واعصمني من طلب شيء لم تضلي طلبه وامح كل ما صدر من ذلك وحصل واستباق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صل سرمدا على نبي العربي أحمد وآله وسبي وتقتعي فعل يا ما لم تردلي ينقطع بك بغير آفة وكدري يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا الذي وسرمدا على من كل ما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي عمحبي جملة ما مني صدر غير رضا وليقد بشر القدر وسل يا لطيف ولتسلم على الذي به جلوت ظلما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وتغذني عن كل ما لم تختري ليا ونبيني عليه وسري وسل يا ودود ولتسلمي على الذي لو صرفت قلمي بكسين عابدا لك به وقلت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي واذكر بجاه العظيم عمري وبرداك رب كل عمري وسل يا نافع ولتسلم على نبي لاشمي الألمي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وجل بي كليتي بلا درر نفعا وكلي بالحسان والدرر وسل يا عليم ولتسلم على الذي بي أقود العلماء سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وهب لي العلم صحيح بكني يا من تكون من لم تكن وسل يا لطيف ولتسلمي على نبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي ولي أبلة وسترا يجملان به وفوزا وأمانا يكملان وسل يا أهد ولتسلما على الذي بي كفيت ألما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي ولتكفني قبل انتهاء المرض وليكن به لدى كل غرض وسل يا نافع ولتسلما على الذي أحب من علما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي ومن يقبلا بي والترفع سعي إليك برضا يرتفعا وجل جميع سيئاتي أسنات وجل بي أقائدي مستحسنات وسل يا باقي صلاة بالسلام على الذي انقاد له من انقلام بك لحب ذاتك الكريمة وذاتي يا مخلدا تكريما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي واعطر لي الأحسن في كل الليال وجل حياتي له خير أيار وهب لي القتاس والمدادة وهب لي الأقلام والودادة وسل يا ميسر العسيري مع سلامك بلا تحسيري وسل يا ميسر العسيري مع سلامك بلا تحسيري على نبي المنتقى المفضلي والآل وسبي وكل فدلي يا منجرا أتى نبي ذكرى سل وسلم وتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا ذي المزايا جاري سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وهب لي اليوم صلاح ظاهري وباطني خير قديم طائري وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخير يا سميع بلا تكلف ولا أنائي يا خير من نودي بالسنائي أنت شكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم
يلاو عند الأكرام الآجلات يا ناقل ليس له كفنات سلي بتجري من بلا انتهاء على نبي لا يزل هائي سيدنا محمد والآله وسهبي في الحال والمآل وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجي سرمدا لي سلما ولي منك بقى تافيا وجل كلامي نافعا وسافيا ولي تلاوة وكلما لاخترت مع أمينا سلما ولتكفيني إلى الجنان كلما لم تدع لي وبينفع علما يا من يسر العزير سلي وسلما على نبي المسلي سيدنا محمد والآلي وسبي في الآل والمآلي وامه توجه العيوب نحوي يا خير مسيب الأذى بالمحوي وتغنني بك وبالمصفعين إلى الجنان ومقام يرفعي ولا تجد أن الخير والكتاب ولا توجي لجنا بي العتاب وليقلج الأمان والفلاح والحب والصفاء ربي والصلاح واكتب لي اليوم بغير سلبي أبقى بقاء مغنية عن طلبي وجل بقاء يا رداك ورداء خير الورى وجل به أمري رداء وسلي يا أكرم والتسلم على الذي بعثته محلما زيجنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآل وهب لي الأجور والكرامات وربح في الدارين والمقامات وسل يا أهد والتسلم على الذي يعين من تحلما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآل وجل بي كليتي موحدة مسلمة محسنة ومرشدة وسل يا من يستر العيوبا بكرم وتعلم الغيوبا على الذي فاق البرايا ترى مع سلام لينمي البرا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وامحو يوبي كلا أول تكفني خير رضاك مغنيا عن اسفني وسل يا من يغفر ذنوبا بكرم ويملأ ذنوبا مع سلامك بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآلي وسهبي واسكر به سؤالي وليهب بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما منك أروم وتكفني طلب ما لم تردلي طلب بحرمة المفضلي وجلدي العروف فوق كل ما رسمه مؤلف قد سلما وسل يا أهدي صلاة بسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وهب لي اليوم إدات الكرام وقدر ذاك لي في كل مرام وسل يا أهد بالتسليمي على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي واتقني شرك مع النفاق وهب لي سرق مع الوفاق وبثر العور بذي الأروف وغيرهن من ذوي المعروف وسل يا أكرم بالسلام على نبي مذهب الملام سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وأسر لغيري كل دور لنحا قبل الوصول لي وقل للمنحا وسل بتليم يا لطيف على الذي تبنو له القطوف سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي ولي فيك وفيه ما بي يغبجني كل سعيد نابه وسل يا لطيف ولتسلمي على الذي ينحور داو قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وقل له في اذبي ما يشتام وسل بتليم يا من زبا الى سوايا ما سافا زبا على نبي المنتفى محمد والي وسهبي والحمد وزد لي دربي النيرادي عنك ونذكر بي اغرادي قل لي موايب الكرام في الخرد بلا اذى ولا عدا ولا مرض وجل بوجهك الكريم كل يا
لديك مدين وكثير قل لي يا وهب لي القرآن والمباحة وكل ما لقته رباحة وهب لي العادات للجنة وفي الجنان وتزد مناتي وسل بتليم يا من ليزون كليتي مستغنيا أن ينحسن على الذي أدخلتني في جيبي إلى الجنان ماكسا بسيبه سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وتغنني في أبد أن الكدر ولي وجيا بسارات القدر وصليا نافغ والتسلما على الذي تخدمه قرن لما سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وقل لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من بي آمن رزا إسلامي صلي على نبي مع السلام سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وهب لي رضا مع الكتاب يا أكرما وهب لي كتابا واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن بي لك التحن من آله وسهبي في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاسي وبالمطع أخنني عن عاسي وهب لي الرسوخ والتلاوة وتكفني موانع الحلاوة وجعل مناجاتك عندي أحلى من غير يا من لدي أحلى شكور يا علي مباقي يا أحد يا نافع إنك ربنا الأحد سلي وسلم تبارك سرمدا على نبي سلمسا يا أحمد وآله وسبي وهب لي بسرا بي يخبتني من قبلي فيك وفي شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب لي نفعا وأولني ذكر وهب لي رفعا وسل يا ملك ولد سليمين على المقدم شفيع العالمين سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي واذكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفع ما يسوء قلبي أخمدا واذكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفع ما يسوء قلبي أخمدا بلا عيدا ولا جوا ولا درر ولا تزلزل وقل لي دورا وسل يا نافع والتسلما على نبي من هدى ولما سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وجعل مكاتب منافع له يا من على تب العلا جعله بهرمج القرآن مني أقبلي ما قد نويتها وسلي قبلي وسل يا ودود والتسلمي على الذي يرحو إلي قلمي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وهب لي النفع وهب لي الودا وليكن بما يسر جدا وسل يا أحد والتسلم على الذي مع الأذى والظلم سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وسل يا صمد عني سرمدا وسلما على نبي أحمد وآله وسهبي والتغذجي ما لم تحب لي لغيري يخرج وسل يا لطيف عني أبدا على نبي ورسول أحمد وآله وسهبي واعصمني من الأذى وبالمنى أكرمني وسل عني يا لطيف بسلام على الذي تسره من انقلام سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وليبلغ فيني في الدارين وتقني العارين والنارين وسل يا ودود أني بسلام على النبي المتبى الكافي الملام سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وليبلغ يفوق كل حين وعندك جعلني حبيب الصالحين وسل يا أحد أني أبدا وسلما على الذي نور بدا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وعندك جعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وسل يا عالم أني في أبد وسلما على مزهدي الكبد سيدنا محمد والآلي
وسهبي في الحال والمآل وليقض علم ذوي الصلاح واكتب بلا إذالة فلاحي أمنت عشقاوة لنحوي وجي مكاره معا بالمحوي وسل يا لطيف عني بسلام على الذي به وهبتني الكلام سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وابلي اليوم بغير سلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي وسل عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وجد لي اليوم بشكر يبقى يا باقي تعطي المنى وسبقى وسل يا دي بالانتهاء عني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآل وعد سراج المتقيم كلي وجل كثيرا التي يفنى كلي وسل يا ودود عن جنابي على الذي مدعت بالإجناب سيدنا محمد وسلمي وتهدني وودني وعلمي وسل يا سلام أني بسلام على الذي له صلاتي وسلام سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وتمه عني كل ما كتبت ولم يكن رداك منه تبت وسل يا لطيف يا غفور على الذي لان به النفور سيدنا محمد وسلم وبتوالي في أفت العلماء والي وسبي والإسرحا صدري به يا ملك ينصرحا وصل يا لطيف ولد سلم على وسيلتي إليك زلمي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وهب لي اليوم منا تدوم يا من لو تفضيل والتخديم وتموا فاجت غربي معا اليوم هو الذي رديت لجمعا وشد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي وتمه يا خبير كل من جلا وكل ما استطر منها مسجلا وسل يا مليك ولد سليم على الذي مع الأذى كالألم سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وكل يعصي من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلقه يا خير من يحسمني ويتلقه وسل يا ودود والتسليم على نبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وليحقق رجاء الدهر وليذكر سربه والجهر وسل يا أكرم والتسليم على نبي العربي العالمين سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وأبلي التفسير والتلاوة وأبلي التجويد والحلاوة وجل كتابتي بمعسلة وامحو مكاره بمنغسلة ومن قلب من أساء زنا بأخرج الذي كرهت منا وسل يا تواب وأكمل الصلاة وسلم على الذي أبدي علا سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وسهت لي توسعة يخبتني فيها سوى لي أنا تعتني وسل يا سلام بالتسليم على نبي سلعلى المعلوم سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي والإياب سلامة وعافية وجل آتي حياة سافية وسل يا لطيف بسلامي على نبي مسهب الملامي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي وتهبي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وسل يا ميسر السعابي وسلما على مذيل العابي سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي واكتب لي اليوم بشارة الكتاب بغير ما من أبدا ولا هتاب واللي سوى وجه المكاريا يا قادرا الذي يكون كاريا واللي ما اقتتلي من العلوم بخير جول إنك المغني العليم وليبارك في جميع الحركات
والسكنات والعلنها بركات وجل بجاه المصطفى عاداتي تكرما كامل ساداتي وجل بيقي وجيك الكريم يا معطي المنات والتكريم تي الحروف كجميع السلوات على نبي يا مجيب دعوات آمين يا ربي وعظم عمري وفيك بالمختار كل أمر وسل يا ملك يا مجيب على الذي بجاهه تجيب سيدنا محمد وسلمي والآل وسهبي وقلبي حلمي وهب لي الإلهام والبراء وعسل اللسان واليرى وجعل كتابتي إلى النبي أحب من قطع غيري وإليك يا محب وبكلام في صدور القوم المؤمنين مخنيا عن دومي وبتوالي في أن القلوب من يلتمسنا إما في كل زمن وسل يا كرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلا سيدنا محمد وسلمي والآل وسهبي وليرفع كلمي وارفع حروفي بسكر وقبول وأيس الشيطان مني والقبيل وسليا وسلما سرمدا على نبي ورسول أحمد وآله وسهبي وهبلي ما في يرخب الكرام قبلي وآله وسهبه وهبلي ما فيه يرخب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.